السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكانكم أن تتواصلوا معنا من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا الخدمة المخصصة للواتساب لها رقم موجود أيضا على الشاشة بإمكانكم أن تتواصلوا معنا من خلاله عن طريق إرسال الرسائل المكتوبة التي سنقرأها إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام بالفقرة الأولى، فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، ولدينا في أول ملف تظاهرات في محافظة النجف، حيث ندد متظاهرون النجف بوجود رئيس هيئة ميليشيا الحشد فالح الفياض في المدينة خلال مشاركته في زيارة عاشوراء. ردد المتظاهرون وأبناء المدينة على مسامع الفياض ومرافقيه هتافات منددة بإيران وأمريكا اللتين تدعمان الطبقة السياسية الفاسدة. وأظهرت الصور التي التقطها ناشطون وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي انسحاب الفياض نحو موكبه خلال ترديد الهتافات. لنشاهد. لا صدق بحكي الإشاعة، كلهم حراوية الجماعة. دين لوكي العلى ابو ايران لا بامريكا، دين لوكي العلى ابو ايران لا بامريكا، دين لوكي العلى ابو ايران لا بامريكا، دين لوكي. نبقى مع نفس الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى محافظة كربلاء. أحيا عشرات الآلاف في كربلاء مراسم زيارة عاشوراء وسط إجراءات أمنية مشددة، وكان متظاهرو ثورة تشرين كانوا حاضرين بقوة ضمن الشعائر عبر مسيرات وهتافات ولافتات أكدوا فيها استمرار حراكهم السلمي ونددوا بالهيمنة الإيرانية والأمريكية على القرار العراقي. لنشاهد الآن جانبا من تلك الهتافات لمتظاهري ثورة تشرين في مدينة الديوانية مركز محافظة القادسية خلال مسيرهم نحو محافظة كربلاء. لنتابع الآن مشاهدينا الكرام بعضا من التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع في موقع فيسبوك. لدينا أول تعليق من كرار يقول: الموكب الوحيد بكل المواكب على نهج الإمام الحسين. تعليق آخر من ظافر أمير يقول: أصوات تصدح بالحق وتعيدنا إلى ثورة تشرين الخالدة. ضمن التعليقات لدينا من حسين يقول: هؤلاء من وقفوا بوجه رصاص الأحزاب الفاسدة وأعطوا التضحية حقها. ولدينا ضمن التعليقات من أحمد يقول: تشرين الفخر والاعتزاز، تشرين تبقى عظيمة بشهدائها وأبطالها. لننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر ليس ببعيد عن الموضوع الأول، إيران. إيران التي هتف زوار عاشوراء وثوار تشرين ضدها مسؤولة عن العديد من الانتهاكات والفظائع في العراق وإغراق البلد بالمخدرات، والتي تعد واحدة من تلك الفظائع، حيث أظهرت صور نشرتها الجهات الأمنية المختصة في كردستان العراق لحظة القبض على إيراني في منفذ حاج عمران الحدودي بعد أن خبأ 850 حبة مخدرات داخل سرواله وحاول تهريبها إلى أربيل، مستغلا قرار السلطات الحكومية في بغداد بالسماح بدخول الإيرانيين إلى العراق دون الحصول على تأشيرة بحجة المشاركة بزيارة عاشوراء. لنشاهد. Thank you.
يعني سؤال نوجهه إلى من يدافعون عن إيران، إلى من يقولون بأنها إيران الصديقة الجارة التي تدعمنا والتي تساعدنا، هل هذه هي المساعدة التي تقدمها للعراقيين إيران؟ هل هكذا هي المساعدة؟ هل بهذه الطريقة أو هذا السبب أنتم تدافعون عنها؟ هذه كمية بسيطة جدا قام بإدخالها شخص واحد، والكمية البسيطة هي 850 حبة مخدرة يمكن أن تصل إلى 850 شابا عراقيا. تخيلوا الأطنان التي تدخل إلى العراق دون تفتيش، والتي لا تخضع إلى رقابة، والتي لا تخضع إلى محاسبة، والتي تدخل إلى العراق بواسطة الميليشيات وبواسطة الدعم الحكومي. وهذه تقارير مثبتة مشاهدينا الكرام، وكنا قد طرحناها في برامجنا سابقا. دعونا نتابع بعضا من التعليقات. علي يقول: ما دام من الأرجنتين ما يطول للصبح بالمركز. تعليق أيضا من إقبال يقول: مو جديدة، أو تقول مو جديدة على جارتنا، على قولة أبو المثل كومح جار ولا هجار. صدام يقول: معقول الملايين اللي دخلت الحدود وبدون تفتيش ما شايلين مثل هذا؟ وهذا سؤال منطقي للغاية، وسؤال يوجه إلى هذه الحكومة وإلى الأجهزة الأمنية وإلى المسؤولين في الحكومة. الأعداد التي تدخل إلى العراق بحجة الزيارات الدينية، ما الذي يحملونه؟ إذا كان هذا واحد من هؤلاء فماذا عن البقية؟ لدينا أيضا ضمن التعليقات أبو علاء يقول: هل سيعاقبون المفرزة اللي فتشتها وينقل ونقل على الحدود معاقبة كما حدث مع الضابط علي المالكي في محافظة البصرة عندما قام بإلقاء القبض على معمم إيراني وضع المخدرات في عمامته وكان قد جاء بأموال في سبيل شراء الزئبق أو بيع الزئبق في العراق؟ بهذه الطريقة تتعامل إيران مع العراق. دعونا ننتقل الآن مشاهدينا إلى موضوع آخر لدينا. عندنا اتصال؟ طيب، ويانا أبو عمر من بغداد، بعد ذلك نكمل المواضيع. سيد أبو عمر من بغداد تفضل. حياك الله أستاذ محمد وقناة الرافدين، وحيا الله أستاذ المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا يا أبو عمر. ألو. تفضل يا أبو عمر أسمعك. أبو عمر. أستاذ محمد، أستاذ محمد، إحنا نعرف إنه زيارة عاشوراء دائما إحنا كل المواسم اللي هم من ضمنهم زعماء الميليشيات القادة الموجودين عندنا وعلى رأسهم المجرم صالح الفياض، يعني يحاول من زيارة مراسيم عاشوراء بأنه يبين نفسه قادة، يعني قادة كقوئين. فهاي القادة اللي عندهم اللي هم العراقيين كلهم عرفهم ناس فاشلين وكلهم مدعومين من قبل إيران، لأنه ما سووا شيء للعراق. وهذا صالح الفياض أو على رأسه من ميليشيات الحشد اللي هو تحت إيده سوى، يعني نقدر أكثر من جرائم ديالة وبغداد ومحافظاتها الغربية. كل هذه سببه هم، والشعب العراقي يعني يشوف عدم استقباله وعدم رضاه، وبنشوف من ابناء جدتهم اللي بيطلعون التظاهرات عليه واللي قاموا انه ضد هذا القائد الفاشل اللي هو سبب دمار العراق وسبب اللي انهيار يعني كل الامور اللي صارت عندنا من تقدم العراق وجود العراق يعني مكانته بالامم الدول العربيه، وكل هذه هم سبب فشل العراق وتدمير من خلال الاحزاب الفاشله اللي قاعد بنشوفهم. الشعب العراقي الكل رافضهم، والكل مدير جواب، الكل يصوت باخراجهم. الكل الشعب العراقي اليوم الطبقه السياسيه يعني بنلاحظهم عدم استقبالهم في هذه المواكب الحسينيات وعدم رضا عنهم، لانهم ناس كذابين غشوا العالم باسم الدين وكل الامور اللي يحاولون بانه ضعفوا الشعب العراقي، بس ما يقدروا لانه وعوا على انه ناس كذابين دجله يحاولون باسم العفات الدين يوصلون بانهم ناس قاده ورجال مقاومه ورجال يعني يعتمد عليهم، فيحاولون ان يبينون صورتهم. لكن للاسف الف الف يعني نقدر نقول آلاف العالم بل ملايين العالم عرفت هاي القيادات، عرفت زعماهم انه ناس غير كفؤين باعمالهم منجزاتهم وباي تقدمات اللي قاعد بتصير عندنا.
فسبب دمار البلد هم دول الناس الفاسدين. ونجد نقول ان الثوره جايه لازاله هاي الطبقه الفاسده من ضمن فالح الفياض ومختلف الصدر وخيس الخزاني وكل هاي الطبقات السياسيه اللي هم دمروا العراق. وان شاء الله النصر جاي استاذ محمد. نشكرك للمشاركه، شكرا جزيلا. ويانا السيد ابو احمد من بريطانيا، تفضل يا ابو احمد. السلام محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام. تحية لك ولقناتكم الرائعة جدا. حياك. هو يعني أنا بس أريد أقول يعني شو يتوقعون هم ذولا يعني؟ يعني من يظهر بين الجماهير أو يكون موجود بأي مكان عام الناس راح تصفق له، لو تهتف ورا، لو تقمز ورا. الناس ملت، صارت 19 سنة من سيء إلى أسوأ. خدمات تعبانة جدا، بطالة بكثرة، الشباب بالسجون، الأصوات مغيبة كثيرة. على شنو هسه احنا كنا نتامل السيد مقتدى انه يطالب اول شيء بتغيير الدستور، شو مبين الامور راح تتحل حاله، وهاي بوس عمك بوس خالك، وهاي لك هاي الي. يعني الشعب يعني هذا الموضوع شويه ممكن هذا الكلام اللي تتفضل به، وممكن ايضا على الجانب الاخر الرد اللي اجى من المالكي البارحه اللي كان فيه رساله واضحه الى الصدر بانه لا حل للبرلمان، لا انتخابات مبكره ولا اي شيء من هذا الموضوع دون انعقاد جلسة البرلمان. يعني أيضا هناك تعنت من الإطار التنسيقي. تتوقع الصدر ممكن يصعد بهذا الموضوع لو حيرضخ؟ لا والله، لا أنا قلت لك، أنا كذب أقول لك، أنا هسه عندي ثقة بهم ذولا. يعني أي تصرف من كليهما، من كل الطبقة هاي الشلة التعبانة هاي كلها، تصدق أنا بالنسبة لي ما أصدق ولا واحد بهم. لأن هو لو كان فعلا يريد الإصلاح الموضوع محسوم من أول يوم. هاي الجرجرة والعرعرة اليوم طلعوا أكثر من 4 ملايين أو 3 ملايين أو مليونين، حيات من الذلة، متى عايش بالذلة يا أخي؟ يعني إلى متى أنت توجه خطابك إلى ذولا السياسيين الفاسدين؟ الى متى نبقى احنا بهال بس نشجب وندين؟ الوضع ترى جدا 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 سيء. اليوم بالبصره درجه الحراره 51.2، احد الاصدقاء دز لي اياها. يعني بالبصره 51.2 والرطوبه عاليه جدا، وماكو كهرباء وماكو ماي. بعد شو انتظر اني؟ شو انتظر؟ ما تقول لي شو انتظر؟ يعني ما اعرف. يعني انت تخاف تحكي، يقول لك انت قاعد خارج العراق وتحكي. يعني انا كنت داخل العراق وكنت مساهم بعمل حقيقي وكل شيء، بس شفت انه اي كفاءه ما يردوها. يعني مو بعاد ويد لاي كفاءه من الكفاءات. شو تتوصل؟ توصل الرساله الى ذولا اللي ينرفضون في الشارع؟ اليوم لما نشوف الفياض والمالكي والعامري لما ينطردون من التظاهرات او من التجمعات العراقيه، ما توصلهم رسالة أن الشارع يرفضكم لو بعدهم عايشين بنظرية المؤامرة؟ يريدون يقنعون نفسهم أنه ذولا أتباع الصدر مثلا، هم اللي طلعوا، مع أنهم عراقيين ما لهم علاقة لا بالصدر ولا بغيره. ذولا جماعة البعث، احنا ما قضينا عليهم. يعني هي مهاية، شوفوا هي دائما الحجج موجودة دائما. انا احكي لك بس هاي حادثة واحدة. في يعني كنت في العراق في رمضان الماضي، فزرت الامام ابو الجوادين عليه السلام. يعني انا فرحت فرح لا يوصف. دخل عمار الحكيم لوحده، ولا واحد قام له، ولا واحد هتف وراه، ولا واحد بيتي. سبحان الله، هاي بداية صحوة ان شاء الله. فبلكي ان شاء الله البقية يلاقون نفس المصير، انه مرفوضين رفض كامل وما حد يسال عليهم وما حد يقول ذولا وين. يعني وما حد يقول ملامح هذا الرفض. سيد ابو احمد، جتي للمره الثانيه في الانتخابات الاخيره بعد الانتخابات مال 2018، النسب في تضاؤل مستمر، العراقيين الرافضين اعدادهم في تصاعد مستمر. يعني هذا الموضوع مدى يوصل هاي الرساله؟ معقوله ذولا يعتقدون بانه هم يمثلون هذا الشعب؟ لا يزالون يعتقدون ان هم يمثلون الغالبية من العراقيين؟ هل منهم من يصدق نفسه أنه هو أبو إنجازات، عنده إنجازات، حقق شيء لهذا البلد؟ بلعوني هسه انجاز واحد حققه، شنو يعني؟ هو بينه يعني خلي يطلع لي هو او اتباعه، شنو الانجاز اللي حققه خلال 19 سنه؟ وضع من سيء الى اسوء، الى اسوء الحالات واصل الان. لا هم انا متاكد ما يصدقون، بس ما عندهم حل اخر. يعني لو العب لو اخرب الملعب. انا هيك وجهه نظري بالنسبه لهم. يعني بهذا الشكل. السيد ابو احمد من بريطانيا، نشكر حضرتك، شكرا جزيلا. ويانا السيد ابو عبد الله من اربيل، تفضل يا ابو عبد الله. السيد ابو عبد الله من اربيل، حياك الله. السلام عليكم، الله يحييك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا.
فولو انا هسه قبل شوي والله تبعتك بالنسبه للسيابه قلت مطرودين ما ادري شلون. نعم في محافظه النجف كان هناك موكب ديني وكان مشارك فيه فالح الفياض، لكن اهالي محافظه النجف الشباب النجفي طردوا الفياض بهتافات ضده وضد ايران. شنو رايك بهاي الافعال او ردود الافعال من العراقيين اللي تصير على اي شخص مرتبط بالعمليه السياسيه؟ من يسمعون اسمه، من يشوفون موجود في مكان، من يعرفون انه هو رايح الى مكان، يحاولون بقوتهم بالسلميه انه يطردوه ويوصلوا له الرساله بانه هو واحزابه مرفوضين. استاذ هاي ما حرام، حرام الشخص يطبوها اصلا، وشعاراتهم هذا يدل ان الشعب العراقي وعى مش مستعد. نعم. عرفهم على حقيقتهم. هاي واحدة. انا عندي ملاحظتين كافه استاذ اذا تسمح لي. تفضل. بالنسبه لاصلاح السيد الصدر يقول انا عندي اصلاح، انا وياه قبل كل شبابه يمضي اذا صار الاصلاح هذا قبل كل شيء متقاعدين رواتبهم ما تقل عن مليون، اقل راتب تقاعد ما يقل عن مليون. ابو سيد ابو عبد الله شوف حتى نحكي منطق، احنا هم ما نريد ان نعيش بالاماني والاحلام. موضوع التقاعد والجانب الاقتصادي هذا موضوع يحتاج لوقت ويحتاج لخبراء، ومو كلام هيجي بس، احنا هي مو عصا سحريه، العراق وضعه متازم. احنا خلينا نحكي المنطق، هل يمكن اصلاح اي وضع في العراق دون تغيير الدستور اللي هو اساس الخراب او جزء من الاجزاء الرئيسيه للخراب في العراق؟ كيف يمكن إعادة بناء نظام سياسي وطني دون أن يتم إنهاء وجود شيء يسمى برلمان في العراق؟ كيف يمكن العمل بالنظام السياسي بوجود دستور كل ثغرات وكل عورات يستغلوها الفاسدين في سبيل مصالحهم؟ خلينا نتكلم منطق، موضوع الرواتب مال المتقاعدين حتيجي بعدين عندما تكون هناك حكومة وطنية. نعم. أستاذ من بعد الملكية لحد الآن اللي حكم العراق كلها ثورات كانت، كل انضباط عسكري كانوا يجون يحكمون العراق، بس ما عدا قبل 2003 الجيش الأمريكي لما دخل بس تغير هو صار ديمقراطية. أنا برأيي الديمقراطية ما لفت أساس بالعراق، لأن الشعب العراقي بعد ما واعي على الديمقراطية شنو، ما يعرف شنو يعني. أنت جنابك هسه مذيع مع احترامي إليك، إذا شفت واحد أحسن منك أنت ما تحاول تصير أحسن من عنده، لا تحاول بشتى الطرق معك بس تطرده من يمك، ما تقول يا ابو مستوى أحسن من مستوى، خليه هو يحكم هو يقدم. ما يكون شغلة بالعراق. نعم يعني مو أقول لك إذن هو حضرتك تريد توصل فكرة أنه الفاشلون في العراق لا يعترفون بفشلهم. ما يعترفون أستاذ أبدا، ويصممون على ويصرون ويصممون على حكم العراق لأنه هو يعتقد بأنه هو النزيه المنزه والباقين هم المجربين الذين لا يجب أن يتم تجربتهم مرة ثانية، هيك يعتقد نفسه. مثل موفق الربيعي، مثل موفق الربيعي أحد عرابي الاحتلال اللي لما طلعت مرجعية النجف وقالت المجرب لا يجرب، طلع في لقاء تلفزيوني وقال المرجعية ما تقصدني إليه، المرجعية مع أنه هو أحد المجربين الفاشلين الفاسدين، قال إحنا المرجعية ما تقصدني أنا، تقصد الآخرين. فهل تعتقد بأن هم كلهم يسيرون بهاي العقلية أن هم ما يعتبر نفسه فاشل فاسد سارق قاتل؟ لا، يعتبر نفسه هو الوطني النزيه والبقية هم الحرامية. أم أستاذ وهي الوطنية شنو؟ والله أنا حمل إذا أحمل سلاح ضد أنا مواطني، إذا أحمد ضد شعب بعد إيران كانوا تدربوا في إيران وحاربوا الجيش العراقي كلهم، ويجيك يقول عامل وأنا هيك وكل شيء، هو مجرد حرامي فاسد قاتل. إذا يتحاكمون بالمادة مع الخيانة العظمى هذول يتحلقون بالشوارع والله. طيب أستاذ اي مواطن عراقي اذا سوى شغلته ما له شنو يتحاكم ينعدم هني هالساس، بس هذول ما ادري والله القانون هم ترى عندنا المحكمه الاتحاديه هم سيف الساس، وحتى السيد الصدر جاء وقال
لا سيد نعم سيد ابو عبد الله، انا اشكر حضرتك، وصلت الفكره. عندنا رساله من احد المشاركين يقول: استاذ محمد المحترم، سؤال حيرني. المواكب اللي تسير باوروبا، هل تعلم يدفعون حوالي 50,000 يورو قطع شارع، البوليس والدفاع المدني واسعاف، حتى يتوفر لهم هذه الامور في شوارع اوروبا، كما يقول السيد او احد المشاركين، طبعا هو بدون ان يذكر اسمه، كما قال احد المشاركين في الواتساب، قال بانه في اوروبا عندما تكون هناك مواكب دينيه يقطع الشارع ويدفع مبلغ مثل ما قال 50,000 يورو. انا حقيقه هذه هي الرساله التي وردت، المعلومات والمصدر هذا شان اخر، هو العهده على الراوي. فيقول بانه 50,000 يورو ثمن قطع شارع بتوفير اسعاف ودفاع مدني وسيارات شرطه، و السفارة العراقية هي التي تدفع في هذه الدول. إذا كان هذا كلام صحيح، فحقيقة يجب أن يتم مساءلة هذه الجهات ووزارة الخارجية إذا كان هذا الكلام صحيح ومثبت، أنه لماذا تدفع هذه الأموال لهذا الشيء بغض النظر ما هو، على من يريد أن يقيم مواكب دينية يتبرع ويجمع، والناس هي بيناتها تجمع وتسوي هذا الشيء. هذه أموال العراقيين، العراقيون الفقراء في الداخل أولى بها، إذا كان هذا الكلام مثل ما قلنا صحيح. نكمل الحلقة مشاهدينا الكرام، ووصلنا الآن إلى ملف الخدمات في العراق. ننتقل إلى محافظة البصرة التي تتنوع فيها المآسي دون أن تجد حلولا جذرية لواقعها المتردي منذ سنوات، بالرغم من الميزانيات والتخصيصات التي قدمت للمدينة أو قيل إنها قدمت للمدينة، خصوصا بعد تظاهرات عام 2018، حيث تفاجأ المواطنون هذا اليوم بوصول مياه طينية إلى منازلهم، وحملوا محافظ البصرة أسعد العيداني المسؤولية عن تردي الواقع الخدمي. لنشاهد. يا ناس يا عالم، الله وكيلك. ها؟ يعني ماكو هيك، يعني شرفكم هذا ماي البصرة باعوا له يا ناس. الله أكبر. طين يعني معقولة؟ الله يرضى محمد. يا بشر يا ناس يا عالم، والله العظيم هذا من البوري، يعني طين، الله اكبر. شنو هذا الماي؟ هذا ماي البصره، ويكم البصره اغنى دوله بالعالم. الله اكبر ربي. ها طين، شنو هاي؟ يلا وينكم؟ ضوعوا يا حكومتنا الرشيده، ليش هذا الماي؟ ترى لهذا الشعب قط ما تضيع حقوق. ها طين، اشرب اشرب وانتعش برعاية أسعد العيداني. صب لك جيب لي غلاس خلنا نشرب من عندك كابتشينو. جيب. أحد الإعلاميين العرب في موقع تويتر، هو معروف ويروج لخليجي 25 في البصرة، فيقول: أسعد العيداني أنا ما التقيت به، لا أعرفه معرفة شخصية، لكن سمعت عنه التفاني والنظرة البعيدة والمستقبلية والمثابرة في العمل. والناس طبعا نزلوا عليه حقيقة في موقع تويتر بالتغريدات، ردوا على هذا الإعلامي. هو حقيقة هاي اللي هذه اللقطات أتمنى أن تصل إلى هذا الإعلامي وإلى غيره ممن يعتقد واهما أن في العراق من يخدمون أبناء البلد. نبقى في البصرة مشاهدينا الكرام، وننتقل إلى مقطع آخر. البصرة اللي يحكمها أسعد العيداني صاحب المثابرة والنظرة البعيدة، خلينا نشوفكم شنو وضعهم. البصرة التي تصدرت جدول المدن الأشد حرارة من ضمن المناطق الأعلى في معدل درجات الحرارة في العالم خلال الساعات 24 الماضية، والتي تجاوزت فيها درجة الحرارة 51 درجة مئوية. يأتي هذا الارتفاع الكبير في درجات الحرارة في وقت تعيش المدينة فيها أزمة في إمدادات الطاقة الكهربائية بعد احتراق محطات توليد الطاقة وخروجها عن الخدمة أكثر من مرة خلال الأسبوع الحالي. هذا الموضوع تسبب بمعاناة إنسانية كبيرة، لا سيما للأطفال والرضع، حيث تناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الموضوع وتداولوا العديد من المقاطع لحال الأطفال في المدينة بعد أن ازداد انقطاع الكهرباء أو زاد من معاناتهم. خلونا نشوف. هاي تفضلوا، هسه الساعة بالأربعة، سمعوا صوت الإذان وإحنا بالشارع. هاي مولد موجودة، بس أكو زلمة أتحدى يدخل هذا الشارع. ها احنا بالشارع هسه ماكو كهرباء. ها والجهال شوفه
بالقماط طفله شنو ذنبها؟ يلا رد نفتهم احنا من البصره شنو موضوعها ما نعرف. ما نقول حسبي الله ونعم الوكيل عليكم، جاي اذن هسه الدنيا فجر. ها اها وهاي الطفله عمرها 7 اشهر. يلا ارتاحيتوا؟ عمي اسعد العيداني فكنا الخاطر الله موتنا من الحر. شوف الكهرباء عمي البصره انت غام راح نموت من الحر اسعد العيداني. صديق كذيب يعني ما عندنا كهرباء ما خايس. شنو ذنبه شنو ذنبه هذا الطفل؟ ينام على الرصيف والله شنو ذنبه؟ ابن المسؤول على المكيف وحاط راسه ونايم، يعني القبله طافي ماكو شيء. يعني شلون ننام؟ كهرباء ماكو شبجي ماي ما لهي نريد نسمع نريد ننام. الساعة طفت من 10 هسه الساعة بالثنتين، يعني شلون بالله؟ ماكو لا كهرباء لا ماي، يعني البشر وين يروح؟ دعونا نتابع تعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذا الموضوع. أبو عمار يقول نستجدي ساعة كهرباء ونحن في أغنى بقعة على وجه الأرض غياب رجال الدولة. أبو أحمد يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يكون بعونكم، مدينة معيشة البلد كله متروسة نفط وخير وهيك وضاحة. العراقي يقول يختلفون على المناصب والضحية الشعب. ولدينا ضمن التعليقات محمد يقول حسبنا الله ونعم الوكيل على كل فاسد وسارق لأموال الشعب. ويانا أبو علي من أبو غريب، تفضل يا أبو علي. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وخلاص رافدين البطلة. أهلا وسهلا. تفضل أبو علي. عمي سلام والله يا عمي رحيت البارحة. نعم. لإبراهيم بن علي. وين؟ بن علي وطلعوا ولقيتهم كلهم يحفرون بياره. ابو علي بس على كيف على كيف لحظه واحده ما افتهم وين رحت؟ رحت المقطع اللي يم ابراهيم بن علي. طيب يم ابراهيم يم الجرمه. نعم. يحفرون بياره. من هم؟ منطقه الشورتان خوال الشورتان هناك يحفرون بياره. معقولة يا ناس؟ يعني هذا الوقت يحفرون زيارة يم الدرمة يم إبراهيم بن علي بهذا الحسين، يعني يوم الحسين يحفرون زيارة احنا تأذى. والعالم تأذت من وراء المرض المالح المي المالحة. يقولون المي مال يمحت سبع كيلوات ومن الشيات الأنبار هي تتحكم بي وما تفتحها للبعلوان وشورتان وخوال شورتان هناك ويحفرون بيارة. معقول بهذا الوقت يا مسؤولين أهل الأنبار؟ معقول هيك هاي أستاذ يا أستاذ؟ نعم سيد أبو علي. نعم عندك شيء بعد؟ نعم إيسان كمل أنا أريد أكمل وياك. تفضل كمل يا أبو علي. أي والله عشيرة شورتان هناك يحفرون بيار. طيب يعني معقولة بهذا الوقت؟ يعني معقولة بهذا الوقت والمي الحلو بعد 7 كيلوات؟ نعم 7 كيلوات عن شورتان والبعلوان وتتحكم به ميليشيات أهل الأنبار. أنا رحت وشفت الحقيقة. نعم. وقوام الشورتان هناك والله يحفظهم هم والبحروان الطيبين. طيب. وجاوبني. شكرا أبو علي من أبو غريب، أنا أشكر حضرتك وصلت الفكرة عن أزمة المياه في العراق. والمقطع اللي شفتوه طبعا في محافظة البصرة ملتقى النهرين أيضا تعاني من غياب المياه وتعاني من المياه الملوثة. أزمة في المياه، ملف المياه ملف متروك ضمن الملفات المهملة في العراق، تؤكد ضعف القرار السياسي وغياب السيادة وغياب الاستقرار والاستقلال في القرار. وهذا الموضوع يؤدي إلى أن تتحكم بمصيرنا دول وتقطع دول عن العراق المياه وتحارب العراق بهذه الورقة. وطبعا لأن الحكم بيد الضعفاء فالموضوع تأزم، ولا حلول ولا معالجات ولا سدود تبنى ولا يوجد أي
عملية لمساعدة العراق على القضاء على الجفاف والتصحر وما يؤدي من آثار سلبية على حياة الإنسان والحيوان والنبات. طبعا هذا الموضوع أدى إلى انقطاع المياه عن أبو علي وغيره وأهالي البصرة وباقي المحافظات العراقية. خلونا ننتقل مشاهدينا الكرام إلى القضية السياسية في هذا الملف. الصراع السياسي يستمر في العراق. أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون، أنه لا حل للبرلمان ولا انتخابات مبكرة إلا بعودة مجلس النواب إلى الانعقاد. في كلمة مصورة تحدث فيها عن مجموعة من النقاط، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كان قد دعا يوم الأربعاء الماضي إلى إجراء انتخابات مبكرة في البلاد بعد حل البرلمان الحالي، وأشار إلى أنه لم يقرر بعد المشاركة في الانتخابات من عدمها. جاء ذلك عقب احتجاجات شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة رفضا لمرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء محمد الشياع السوداني، فيما تتواصل الاعتصامات في البرلمان. أيضا أكد زعيم التيار الصدري أن حل البرلمان العراقي أصبح مطلبا شعبيا وسياسيا ونخبويا لا بديل عنه، مشيرا إلى وجود ردود فعل إيجابية بشأن دعوته المتعلقة بذلك. وتأتي كلمة المالكي لتؤكد استمرار الخلافات والصراعات بين الإطار التنسيقي من جهة وأنصار التيار الصدري الذين ما زالوا يسيطرون على مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء. دعونا الآن مشاهدينا الكرام نستمع لجانب من كلمة نور المالكي قبل استعراض التعليقات. للبرلمان ولا تغيير للنظام ولا انتخابات مبكرة إلا بعودة المجلس إلى الانعقاد، وهو الذي يناقش هذه المطالب، وما يقرره نمضي به، لأن العراق ونظامه أمانة في أعناقنا منا جميعا، والعراق لا يخدمه إلا الالتزام بالقانون والدستور. فسلام على الحسين وأهله وأنصاره، وسلام على أتباعه والسائرين على نهجه، وسلام على الباكين عليه. طيب دعونا نتابع التعليقات التي وردت بشأن هذا المقطع في موقع فيسبوك. لدينا تعليق من صباح الخفاجي يقول: بريء منكم الحسين، إن شاء الله حوبة هذا الشعب تخليكم كل واحد شارد بدولة. ما يفيد يا صباح، لازم المحاسبة قبل لا يفلتون. جعفر يقول: الله يكفينا شركم، العراق لعبة بإيدكم، تبرى منكم الإمام الحسين عليه السلام. رزاق يقول: خوش أمانة، 20 سنة لا كهرباء لا ماء لا صحة لا تعليم، الشباب عطالة بطالة، فقط كريستال وتهجير ودمار وفقر وقتل للإنسان والزراعة والصناعة و و و هذه منجزاتكم. لدينا تعليق من نجاح يقول: صدق مهيب كيفكم ودولة أبهاتكم ورث مالتهم، الشعب إذا قال كلمته لا أنت ولا غيرك يبقى. لننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى فقرة أنت ترى التي لدينا في هذه الحلقة. طبعا خدمة أنت ترى هي خدمة تقدمها قناة الرافدين لحضراتكم عبر أرقام معينة تظهر في فواصلنا. بإمكانكم أن تستخدموا هذه الأرقام لإرسال ما لديكم من مواد مصورة كالمقطع هذا الذي وردنا. عبر خدمة أنت ترى التي توفرها قناة الرافدين أرسل أحد الأشخاص مقطعا مصورا لشكوى مواطنين من قضاء المعامل التابع للعاصمة بغداد بعد تفاقم أحوالهم بسبب انقطاع الكهرباء وعدم اكتراث الجهات المختصة بالموضوع وإصلاح الخلل في ظل ارتفاع درجات الحرارة. لنشاهد. يعني ما يقبل، حتى الضمير ما يقبل، انسانيته ما تقبل. عمي مثل حبكة بك مره، مثل هذا ثلاث ايام وينك الكهرباء ثلاث ايام؟ يعني غطاء خمسة والبستان وال البستان الباوية سوق العقيلي، ناس ماتت من الحار، وين المسؤول يفزع لها هذا المغذي عن مشغلة نقار على مود ربط يعني نص ساعة؟ الله شاهد وموتين العالم صارت ثلاث ايام. طيب مشاهدينا الكرام دعونا الآن نستقبل بعض الاتصالات. ويانا السيد أحمد من ألمانيا، تفضل يا أحمد. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي الكريم بالنسبة لرد المالكي على مقتدى الصدر، نعم. الحقيقة اللي يريد المالكي، أنا اللي فهمت من بعض المصادر أنه المالكي كان يحاول أن يعني يجمع النواب العراقيين في قاعة موجودة في الكوت، في مدينة الكوت، لغرض إقالة الحلبوسي وتعيين شخص من قبله، ويكون أكو إجماع على تعيين رئيس جمهورية من الموالين إلى أيضا من الحزب الديمقراطي ومن حزب الاتحاد الكردستاني، ومن ثم تشكيل حكومة بقيادة محمد السوداني أو غيره. فالحلبوسي وصلت المعلومات عن طريق الجهات اللي ترعى الحلبوسي، فالحلبوسي رفع الجلسات يعني عطل البرلمان، وهذا يعني أنه لا يتم استصدار أي قرار من البرلمان قانونيا إلا بحضور الحلبوسي شخصيا كرئيس للجلسة. الآن النور المالكي اللي يريد يسويه، يريد يحاول بشتى الطرق أنه يعقد جلسة برلمان لغرض انتخاب رئيس جمهورية وتكليف رئيس وزراء، وبهيك حالة راح يقلب كلاوة على الحلبوسي وعلى الخنجر وعلى مسعود حتى وعلى الصدر 100%. فالكلام هنا حنجي إلى سؤال يتعلق بهذا الموضوع من الناحية، خلينا نقول من الناحية السياسية أن هم ممكن يلعبون هذه اللعبة، لكن مقتدى الصدر يهدد بالشارع، يهدد بأتباعه. طيب كيف يمكن أن تتحقق هذه الشروط اللي تفضلت بها من الإطار إذا كان الصدر أيضا أحد زعماء الميليشيات ولديه ذراع مسلح، لديه قوة في الشارع، ويهدد بهذه القوة في حال لم تتحقق المطالب اللي هو دا يريدها مثل ما يقول؟ أخي الكريم، لا ينكر أنه الصدر لديه قوة الشارع، لا ينكر. ولا تنسى أن الآن هناك مفاوضات الاتفاق النووي وصلت إلى عنق الزجاجة، يا إما نعم يا إما لا. إذا حدث اتفاق في فيينا على البرنامج النووي الإيراني ووقعوا العقد ورجعت أمريكا إلى الاتفاق النووي، فهذا معناته ستطلق يد إيران في العراق، وهذا يعني أن نور المالكي سيحاول التصعيد مع مقتدى الصدر، وإذا صعد مع مقتدى الصدر في هكذا حال معناته أمريكا والتحالف الدولي لا يتدخل، بل سيتدخل الحرس الثوري الإيراني، وهو هذا المقتدى اللي يريد أنه المالكي يريد أنه يسحق مقتدى، لأنه هو العقبة الكأداء في طريق تسلط المالكي مرة ثالثة على العراق وإضاعة مقدراته. هذا الأمر يصير. الأمر الآخر أخي، الكلام اللي يتكلم به النور المالكي حقيقة كلام يتوافق مع الدستور. مشكلة مقتدى الصدر أنه عندما انسحب من البرلمان فقد القوة القانونية الدستورية، أما الآن فلديه الشارع. الشارع إذا خرج الشارع المقتدائي مع الشارع المالكي معناتها يكون حرب شيعية، وهذه ما أتوقع واحد يحتاجها. أنا اللي أريد أقوله بصفتي مراقب للوضع، أخي العراق لا يمكن أن نخرج من الدوامة التي نحن فيها منذ 20 سنة إلا بسفك دماء كثيرة، وبالذات سفك دماء ما بين هؤلاء من سرقوا البلاد وسبوا العباد وتسلطوا على الشعب من 20 سنة وما قدموا شيء. هل يتحملون بعد 20 سنة بعد 70 سنة؟ سيد أحمد، هل هم على استعداد لتحمل عواقب الصراع المسلح إذا يعني أقدموا على هذه الخطوة، أو أقدم أحدهم على هذه الخطوة؟ أخي أنا أقول لك إياها، الصراع الشيعي قادم لا محالة، إذا مو اليوم باكر، إذا مو باكر ورا شهر ورا سنة قادم لا محالة، نظرا لتقاطع المصالح. أما عواقبها فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنب العراق والعراقيين والشرفاء فقط من عواقبها. أما الذيول والحشاك المطبلين وعملاء الدول الجوار فإلى جهنم. طيب برأيك ليش انخفض سقف المطالب اللي طرحها الصدر في البداية من الدستور وإلغاء البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة إلى فقط حل البرلمان والتوجه إلى انتخابات مبكرة؟ لماذا تم استثناء الدستور من كلمة الصدر الأخيرة برأيك؟ صدر خطأ قاتل بمعنى الكلمة عندما انسحب من البرلمان، فقد القوة القانونية الدستورية إلى هذا واحد. شيء ثاني أنه
حقيقة للصدر دعك من شعاراته، هو نعم لربما يريد تغيير بالصيغة اللي يطرحها، ولكن الامبراطوريات المالية التي يعني الحولة امبراطوريات المالية للتيار الصدري هي من تقف كحاجز ما بين الصدر والشارع العراقي، هي من ترسم السياسة الداخلية والخارجية للتيار الصدري، هي من توصل الأفكار إلى مقتدى الصدر، وهي من تأخذ التوجيهات من مقتدى الصدر إلى الشارع. هذه الإمبراطوريات المالية حول الصدر هي المتحكمة في التيار الصدري وليس الصدر. حقيقة الصدر كثير من الأمور يعني ما تصل بالصيغة المضبوطة. يعني هنا نسأل هذا السؤال اللي هو إذا كانت هذه الجهات التي تعمل في الخفاء هي التي تحرك التيار الصدري، طيب هل هذا يعني أن هناك توافقا ربما في الخفاء أيضا ما بين الأحزاب بشكل عام، إن كانت الإطار أو التيار أو بقية الأحزاب، وأن ما يظهر للعلن مثل ما وصف البعض هي مجرد مسرحيات أو مجرد لعبة لتمرير أمور معينة؟ هل تعتقد بأن الطرح بهذه الصيغة يكون صحيحا أو منطقيا؟ ولكن أقول لربما الطرح الأدق من ذلك هو هناك تفاهمات وتوافقات ما بين الإمبراطوريات المالية التي تحيط بالصدر مع الإطار ومع الأحزاب الشيعية الأخرى. أخي هم متقاسمين الكيكة، فمستحيل أنه تدخل لهم مليارات الدولارات سنويا مستحيل يضحون بها في سبيل أنا وفي سبيل جنابك. لذلك أقول نعم أكو هناك توافقات، ولربما كل هذا الذي يحدث هو عبارة عن تمثيلية وعبارة عن نزوة لمقتدى الصدر، ويحاول الإمبراطورية المالية من الزاملي والبنجين وعباس الكوفي وفلان وحسن العذاري وفلان 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 يحاولون تهدئة الصدر، ومن ثم مثل ما نقول بالعراقي تي 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 مثل ما رحت جيتي. نعم أكو تفاهمات وبالذات الامبراطوريات المالية حول الصدر مع الإطار التنسيقي، ولربما أقول لربما سيحدث انشقاق في التيار الصدري إذا مو اليوم بعد 6 أشهر. طيب أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا حقيقة، مشاركة قيمة من سيد أحمد من ألمانيا، ودعونا نكمل مشاهدينا الكرام حديثنا في هذه الحلقة وننتقل الآن إلى فقرة الهاشتاج. مشاهدينا الكرام، استذكر العراقيون يوم أمس بطولات جيشهم بفخر واعتزاز خلال أحيائهم ذكرى النصر العراقي على إيران مع وسم يوم النصر العظيم الذي تصدر الترند العراقي على تويتر خلال الساعات الماضية. عبر مدونون ومغردون عن عظيم شكرهم وعرفانهم لأبطال العراق الذين سطروا أروع الملاحم البطولية في حربهم ضد الأطماع الإيرانية. دعونا نستعرض سويا عددا من هذه التغريدات التي اخترناها لكم في فقرة الهاشتاج. هبة الفدعم تقول: هو ليس فقط يوم الأيام، هو يوم نباهي به الدنيا بأكملها، دمتم في قلوبنا وضمائرنا ما حيينا أبطال معركة القادسية الثانية. هنيئا لنا بتاريخ يضم ملاحم بطولاتكم، وهنيئا لكم الشهادة في سبيل العراق. بهاء خليل يقول: سيبقى يوم النصر العظيم أسعد الأيام في حياتنا كعراقيين. أنا شخصيا لم أشعر بالسعادة بعد يوم 1988 سوى في يوم 3/1/2020. أمية تقول: أفتخر بعراقيتي وأفتخر أكثر كوني ابنة أبي، ذلك الجندي العراقي الأبي الذي عاش في جبهات القتال سنوات طوال يفدي عراقنا بدمه. تحية إجلال واحترام وألف قبلة على رأس رجال العراق الغيارة. جيشنا الباسل حامي أرض الوطن، هنيئا لمن نال شرف المشاركة وعاش لذة النصر. في تغريدة لدينا من ريمة تقول: صحيح ما عشنا هاي الأيام وما شفنا الفرحة اللي انرسمت بعيون أهالينا، لكن اليوم نستذكرها ودنعيش الفرحة بحذافيرها وكأنه اليوم صارت. هنيئا لآبائنا كونهم واكبوا هذا العرس العراقي، احنا فخورين بهذا النصر ومجد يضاف لمجد العراق. والمفارقة أن من يحكمون العراق اليوم هم الذين قتلوا وقاتلوا مع إيران، قتلوا العراقيين في تلك الحرب. هادي العامري أحد المقاتلين التابعين لإيران في تلك الحرب التي قتلت رصاصاته كثيرا من العراقيين. نور المالكي غيره من هذه الأسماء التي كانت موجودة. يعني هؤلاء الذين يحكمون العراق اليوم ويرفعون العلم العراقي ويتحدثون بالوطنية
هم الذين كانوا يقاتلون بلدهم وأبناء بلدهم. هذه تهمة خيانة عظمى، عقوبتها في بعض الدول إعدام. طيب كيف يحكمون هؤلاء العراق باسم الوطنية؟ كيف يسمح لهم أصلا أن يحكموا العراق؟ لماذا لا يزال من يطبل لهم ويهلل لهم ويتحدث وكأنهم هم الذين أنقذوا العراق من الخراب؟ ألا يعيش العراق اليوم في زمنهم أسوأ لحظاته التاريخية؟ ألم يفقد العراق أكثر من 1,000 مليار دولار بسبب هؤلاء الوطنيين؟ أليس هؤلاء الذين يصفون أنفسهم بالمقاومة هم الذين يقتلون الأبرياء وجبناء أمام إيران وغير إيران؟ ما الذي قدموه وما الذي حققوه للعراقيين لكي يصفوا أنفسهم بعراقيين أصلا؟ مشاهدينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة. نلقاكم بإذن الله، إلى اللقاء.